انا ايمن ابو الحسين الهاشم من رفح، نازح في خان يونس، بشتغل في الحطب من اول حرب. كنت بشتغل في رفح وانتقلت على خان يونس، بشتغل في خان يونس في مجال الحطب. طبعا بنساعد الناس والوضع الناس بالنسبه للحطب، الناس اتجهت الحطب لانه فيش غاز، الغاز صحيح جدا، وبرضه وضع الحطب صعب كمان، الحطب هلقيت صار صحيح وغالي ويكلف، يعني الطن يكلف اكثر من 1700 شيكل 1800 شيكل لما يصلك لعند مكانك وتقصه، والموتور بده البنزين اليوم صبح لتر 175 شيكل لما بده يقص بالموتور. الطن كان في رفح بكلفني واصل، بيجيني واصل من المغازي على رفح 1200 شيكل واصل الطن. هان اليوم في خان يونس الطن بجيبه من القرارة لعند هان يكلفني 1800 1700 شيكل. قبل الحرب 450 شيكل كان طن الحطب، ومن احلى انواع الحطب. رسالتي للناس وللعالم انه يخفوا يوفروا الحصار، يدعمونا بالحطب، يدعمونا بالغاز، يوفروا لنا الغاز، يدخلوا من المعابر غاز. الغاز بيدخل لكن احنا ما بنشوف الغاز وين بروح، بنشوفه في السوق باسعار خياليه. انا هيني لي شهر ونص وعندي اثنين مرضى في الدار، او مش قادر اجيب 15 كيلو او 10 كيلو او 5 كيلو غاز. فوضع الناس صعب، يعني بيشوفوا الغاز، الناس بيشوفوا السيارات فعلا، بيشوفوا السيارات فعلا، لكن يشوف الغاز في بيوتهم ابدا، اسعار خياليه، بيروح بيشتروا من تجار، صار في السوق السوداء ينباع الغاز.